أن الله خلقنا ورزقنا، خلق فرزق، خلق فرزق. لماذا رزقنا الله؟ لماذا رزقنا الله عز وجل؟ لما خلقنا الله عز وجل رزقنا من أجل تحقيق الغاية التي من أجلها خلقنا. لأنه في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالله عز وجل يرزق العبد، لماذا يرزق الله عز وجل لماذا يرزق العبد؟ من أجل أن يتقوى على عبادة الله عز وجل. فخلقنا ثم رزقنا، لماذا رزقنا؟ من أجل أن نحقق الغاية التي من أجلها خلقنا. ما هي الغاية التي من أجلها خلقنا الله؟ قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك ذكر بعضها مباشرة قضية الرزق، قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزق أمر محتوم قسمه الله رب العالمين بين العباد، وفرغ الله رب العالمين من تقسيم الرزق بين الناس، وإن الله رب العالمين قد كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يشكلن عليك في هذا الحديث أن المقصود أن الله عز وجل قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. لا، 50,000 سنة هذه كانت ميعاد الكتابة وليست ميعاد التقدير، وأما التقدير فهو أزلا، قدر الله عز وجل مقادير الخلق أزلا، وإنما الكتابة كانت قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. فقسم الله عز وجل الأرزاق، وإنه ما من عبد إلا يطلبه رزقه كما يطلبه أجله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولو أن عبدا ركب بساط الريح من أجل أن يفر من رزقه لأركب الله عز وجل له الرزق بساط البرق حتى يقع في فيه، كما قال العلماء. فقضية الرزق هذه منتهية، وقضية الرزق هذه محتومة. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقد ذكر أو قد ذكر فيما ذكر عن إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه في قصة إن صحت عنه أنه قال: كنت أجلس ذات يوم أكل لحما، فجاءت هرة فأخذت منها قطعة ثم ولت، ثم بعد قليل عادت. يقول يعني الإمام يقول: فقلت في نفسي: هذه المدة الصغيرة التي قضتها القطة ثم رجعت، يعني لا يمكن أن تكون قد أكلت فيها هذه القطعة من اللحم. قال: ثم جاءت الهرة فأخذت قطعة أخرى ثم ولت. يقول الإمام: فقلت: والله إن لهذه القطة خبرا، في حاجة غلط، في حاجة بتحصل، في أمر عند القطة دي. قال: فتبعتها. قال: فدخلت مكانا مهجورا، قال: وأنا أنظر. قال: فنظرت من خلف الحائط أرى ما تصنع. قال: فوضعت قطعة اللحم أمام جحر من الجحور، جحر من الجحور، حط قطعة اللحم وانصرفت. قال: فما هو إلا قليل حتى خرج من الجحر ثعبان أعمى، ثعبان أعمى. قال: فأخذ قطعة اللحم ثم جرها إلى داخل الجحر. قال: فتذكرت قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فقلت: سبحان الذي سخر الأعداء للأعداء يرزق بعضهم بعض. فقضية الرزق هذه منتهية ومحتومة، الله عز وجل يرزق المؤمن والكافر، والرزق نوعان كما قال العلماء: رزق خاص ورزق عام. الرزق الخاص هذا خاص بالمؤمنين الذي يرزقهم الله عز وجل به، وهو من الطيبات الحلال ليتقوى على عبادة الله. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذه خاصة بالمؤمنين. وأما الرزق العام فهذا يشمل المؤمن والكافر، الله عز وجل يرزق المؤمن ويرزق الكافر، يرزق المسلم ويرزق غير المسلم، حتى الملحد يرزقه الله عز وجل، فلا شيء في ذلك. الله عز وجل خلقنا ورزقنا، إذا كان خلقنا ورزقنا فهل من المعقول أن يخلقنا وأن يرزقنا
لنعيش في هذه الحياة هكذا عيش البهائم من غير غاية ومن غير هدف؟ لا، هذا ينافي الحكمة.